السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد أبو شوهر من lulu.com. اليوم الحلقة الثانية من حلقات تعلم الكرتون، ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم الحلقة الثانية من حلقات تعلم الكرتون. بعتذر كثير عن التأخير بسبب ظروف خارج عن إرادتي، وإن شاء الله أحاول أواصل معاكم شروحات ونزلها بسرعة. أوكي؟ طيب خلينا نبدأ. البرنامج الفلاش هو عبارة عن أدوبي فلاش بروفيشنال CS6. اللي كانوا بيسألوا إيش البرنامج اللي بيستخدمه للرسوم المتحركة، هو هذا البرنامج. راح نختار تاني اختيار اللي هو أكشن سكريبت 2. طبعا شكل البرنامج غريب للناس، بس احنا هنحاول نلخص الأشياء الموجودة في البرنامج من أدوات وقائمة رئيسية وقائمة فرعية وتايم لاين اللي هو الوقت الخطي. نبدأ من الأدوات. عندنا أول أداة هي أداة الاختيار أو selection tool، اللي فيها ممكن نختار الجسم اللي احنا بدنا إياه. على سبيل المثال ممكن نختار الحواجب، نرفعهم فوق أو ننزلهم تحت. أوكي. الأداة الثانية اللي هي تغيير النمطي للجسم، او اللي هي سب سيلكشن تول، اللي هي وعن طريقها ممكن نغير الشكل. الاداة التالتة اللي هي فري ترانسفورمر تولز، وهي عن طريقها بنكبر الجسم او نزور الجسم او نعرضه او بنطوله. للمعلومية شيفت اذا ضغطناه مع الزاوية هيطلع الجسم ثابت، يعني زي ما انتو شايفين. من غير شيفت هتلاقي الجسم بتغير اجزاءه. فدائما لو حبينا نغير الابعاد دائما نضغط شيفت حتى يطلع معانا ثابت. الأداة اللي بعدها 3D، أنا ما بنصح الحين ندخل فيها، خليها بعدين. الأداة اللي هي Lazy 2، أو الأداة اللي هي الحبل، اللي هي بإمكاننا نمسك جزء معين إحنا نختاره، مجرد نعمل دائرة عليه. طبعا أدوات أغلبها موجودة في الرسام ومش غريبة علينا يعني. الأداة اللي بعدها اللي هي Pen Tool، إحنا هنسيبها برضو. الأداة اللي بعدها Text Tool. Text Tool هي عبارة عن الكتابة زي ما انتو شايفين. الأداة اللي بعدها عبارة عن الخط المستقيم، معروف ما مش راح نختلف عليه. طبعا الخط هنا زي ما انتو شايفين هذا هو بكون الخط، لون الخط هنا بكون. تمام. بدنا نلعب اكثر في خصائص الخط من سماكته عن طريق الستوك ستروك زي ما انتم شايفين. طبعا الشيفت برضو بيسمح لي ان يكون الخط في اجزاء مستقيمه. شيفت دائما مساعد من الحاجات هذه. هنا دائما القائمة هذه قائمة المساعدة للقوائم الموجودة في التولز. يعني خلينا نرجع شوية هنا على سبيل المثال التكست عشان نغير الخط اللي هنا. بنختار نوع الخط عن طريق أداة وحجم الخط. أنا بحاول قد ما أقدر أكون الشروحات كلها مختصرة ومفيدة. الأداة اللي بعدها راح تكون ال Rectangle Tool، اللي هي المستطيل أو الدائرة أو شكل معين أو أشكال عادية. خلنا نشوف. عادة لما نرسم المربع بيكون له حدود. خلينا نرسم مربع، لو ضغطنا شيفت برضو راح يعملنا مربع، من غير شيفت راح الشكل يطلع فري
من غير ما نمسكه. اوكي هذا هو الشكل. نرجع على selection tools. هذا لو ضغطنا مرة واحدة في selection tool، لو ضغطنا double click راح نمسك الإطار، لو ضغطنا shift مع الجزء الداخلي راح نمسك الشكلين زي ما انتم شايفين. تمام. الألوان البرواز تتغير عن طريق هذا الخانة. الخانة هاي تقدر تختار فيها اللون المعين. الأداة اللي بعدها أداة البنسل تول أو أداة القلم. أداة القلم عندنا برضو فيك تتحكم بالسماكة تبعت القلم، وفيك تتحكم بالسموث تبعه. يعني على سبيل المثال بدك ياس الفلاش، برامج الفلاش يقوم بمعالجة الخط يعني زي هيك. اخذه صار سموث، او انه يكون خطوط عبارة عن خطوط مستقيمة، يعالجوا الفلاش على انه خط مستقيم، او انك تختاره عشوائي. اهم اداة اللي هي البراش تول. البراش تول هذه اهم اداة راح نستخدمها. طبعا البراش تول لما نستخدمها في لما نستخدم زي ما قلنا واكم او اللي هي القلم الضوئي، راح نختار اللي هي السموثينج اللي هو حساسية اثناء الضغط. لما نضغط اكثر في نفس القلم الضوئي، ولون البراش تول بتحكم فيه على الفيل الكالر، الكالر تبعه زي ما انتو شايفين. طيب عندنا في البراش تول بدنا نتعلم حاجة. الحين لو عندنا خط مستقيم وبدنا نرسم وراه خط تاني من غير ما من غير ما يجي على الخط. على سبيل المثال زي ما انت شايفين رسمت خط، لو تلاحظوا الخط اجى عليه. طب انا محتاج يكون الخط مش عليه، كيف نعمله؟ نختار لون تاني. الحين في عندنا الأداة نفس البراش تول، نختار هي البراش مود. براش مود زي ما انتم شايفين نفس الرسمة، لو تلاحظوا هذه بتيجي على الخط المستقيم، أما هذه بتكون خلف الخط وهو المطلوب. يعني لو رسمنا الخط تبعنا زي هيك، ملاحظين اجا وراء. طبعا انتم فيكم تجربوا الحاجات هذه، انا ما راح اجرب معاكم عشان تتعلموا. الادوات جنب الديكوريشن تول او الديكو تول، هذه بسبراي او شكل معين تحب ترسمه تلقائي، بس تقريبا ما راح نستخدمها. اوكي الاداة الثانية المهمة اللي هي البنت تول، اللي هي اداة الصبغ او الدهن او الملء. يعني اختار اللون نغير. تمام. عشان ناخذ الالوان من مكان معين عن طريق هذه الاداة، يعني اللون هذا زي ما انتم شايفين اللي هي مقصة الالوان. اوكي أداة قبل الأخيرة اللي هي المساحة، معروفة المساحة. برضو نفس الشيء عندنا فيها مود الريزر مود. عندنا يمسح بس من غير ما يمسح البرواز، وعندنا يمسح ما داخل البرواز. يمسح مش عارف ليش بكلش يمسح. طيب النورمال مود بمسح الاثنين جميع الاشياء بس ما امسحها. تمام. عندنا الاداة اللي هي تحريك الشاشة او الهاند تول عشان نحرك الشاشة في مكان معين. عندنا الزوم تول. الزوم تول اللي هي معروف عشان نعمل زوم. ولاحظ هنا بتغير اداة زوم 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 باك زوم باك زوم باك.
طيب فيك تقريبا بيكون خلصنا الادوات. ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي التايم لاين. التايم لاين هي عباره عن اللايرز او الطبقات اللي راح نستخدمها. يعني على سبيل المثال عندنا خلينا نقول الشجرة، اوكي بدنا نرسم ورا الشجرة بدنا نرسم ورا الشجرة بيت، اوكي بدنا نرسم ورا الشجرة هذه ورا الشجرة هذه بيت. ايش هنعمل؟ هنختار لير حلو وننزل لير هاي تحت عشان تكون تحتيها ونرسم البيت. نرسم مربع، خلنا نخفي اللير اللي هي اللي مش محتاجينها الحين، ومن الزاوية نضغط كارت كنترول تمام و نعمل مربع تحتيه تمام. نتخيل انه بيت، يعني طبعا تفاصيل الرسم احنا ما بتهمنا الحين لانه احنا قاعدين نتعلم الحاجات الموجودة في برنامج الفلاش عشان نبدأ الحلقات الجاية على طول تعليم التحريك. زي ما انتم شايفين الحين احنا مجرد نرفع لير 2 خليها فوق لير 1 هتلاقي الجسم تغير. طبعا دائما لازم نتعود نسمي اللير عشان بأي وقت التحريك ما نكون مخربطين تمام. بيت وهاي شجرة زي ما انتم شايفين هيك تمام. مجرد نضغط على لير هنمسك الشجرة، نضغط على لير تبعت البيت هنمسك البيت. اخر شيء هنتعلمه اللي هي الكلر. الكلر عندنا هنا لو لاحظتوا القائمة موجودة كلر، اما نختار من قائمة الكلر العادية يعني على سبيل المثال شجرة خلينا نغير لونها لأخضر غامق، او نختار اللي هو line grade. هذا معناها انه تدرج في الالوان، يعني اخضر مع اخضر غامق زي ما انتم شايفين هيك تمام. او نختار الراديوس زي ما انتم شايفين الراديوس. طيب في هيك كن خلصنا حلقتنا اليوم، الحلقه الثانيه من تعلم الكرتون. ان شاء الله راح ننزل حلقات ثانيه. اذا كان عندكم اي اسئله من موضوع الدرس اليوم يا ريت تكتبونها اياها في الديسكريبشن تحت، وان شاء الله راح ننزل حلقه نجاوب فيها على اسئلتكم. شكرا متابعتكم، ولا تنسوا طبعا اللايك سبسكرايب وشير. مع السلامه.